مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج صوتكم، هذا البرنامج الذي أنتم أحق فيه أن يتكلم عن أوضاعه. اليوم اختارينا موضوع هجرة الشباب العراقيين نحو القارة العجوز أوروبا. طبعا قرار الهجرة من الوطن الأم لا يخفى عليكم بأنه من أصعب القرارات اللي يتخذها الإنسان في حياته، لأنها يعني الذهاب إلى المجهول، ما يعرف هناك إيش راح يصير أو ما يصير. ولذلك معظم الشباب العراقيين اللي هاجروا، خاصة اللي طلعوا في عام 2015 و16 وذهبوا إلى أوروبا، يعني لاقوا صعوبات كثيرة. منهم ما طلعت لإقامة أصلا، وبالتالي اضطر للرجوع إلى العراق. لكن اليوم في هذا البرنامج أريد نعرف الشباب العراقي ليش يحب يهاجر ويترك الوطن الأم العراق. طبعا العراق عزيز على الكل، لكن بسبب الظروف الأمنية خاصة، وهذا يعني اللي راح نشوفه في مقاطع الفيديو اللي حضرناها، أغلب الشباب العراقيين اللي طلعوا هم يدورون عن الأمان وتكوين أسرة خارج الوطن الأم، وخاصة هم قصدوا القارة العجوز أوروبا. قبل أشهر بيلاروسيا فتحت المجال للسياحة، وقام الشباب العراقي بالذهاب إلى بيلاروسيا، ومن هناك ممكن أن انفتح لهم المجال عبر الحكومة البيلاروسية واتجهوا إلى ليتوانيا. السلطات الليتوانية قامت باحتجازهم في أماكن لا تليق بالمواطن العراقي، وأيضا يعني احتجزوهم وحتى عاملوهم بمعاملة غير آدمية. نريد نعرف في هذه الحلقة، في هذا اللقاء من برنامج صوتكم، ليش الشباب العراقي أكثرهم يريدون الهجرة خارج العراق. أكو فد واحد صيني اسمه كونفوشيوس، وهو فيلسوف عظيم جدا، يعني والعظمة لله. طبعا يعني هذا تناول الأخلاق الآدمية، خاصة هو صيني، انولد تقريبا 550 قبل الميلاد، لكن ما زالت الكتب مالته يعني تقرأ حتى هذه اللحظة، خاصة في كوريا الشمالية والجنوبية واليابان، وأيضا في فيتنام تقرأ الكتب مالته. قصة كونفوشيوس، هو فيلسوف، فكان يجمع طلابه ويروحون إلى أماكن يعني يفترون حتى يجمعون الكثير من المعلومات، وحتى يكون هناك فد مقولة أو مصطلح تدارس الناس اللي جتي وراء. فذهب كونفوشيوس هو وطلابه إلى غابة يعني ما تسكن من قبل البشر، فشاف غابة تسكنها الوحوش مثلا الأسد، النمر، الضبع وغير ذلك. فشاف أكو مرة عجوز في تلك الغابة فقعدت تبكي، فإجا هو على طلابها، قالها ليش دا تبكين؟ ما معناه يعني ما أريد أتكلم لكم باللغة العربية. فقالها ليش تبكين؟ فقالت له عندي ولد أكله وحش، يعني أكله أسد أو نمر أو كذا. فقالها طيب عندك غيره؟ قالت له إيه نعم عندي غيره، لكن أيضا أكله الوحش. فتعجب يعني هو كونفوشيوس وطلابه. فقالها عندش غيره، يعني غير الاثنين عندش بعد ولد ثالث؟ قالت له إيه نعم عندي هذا آخر واحد صغير، وهم ينأكل الوحش. طبعا اتعجب، قالها إذا أنت ساكنة غابة موجودة وحوش، ليش ما تسكنين بالمدينة اللي احنا مرينا من عندها وجينا إلى هاي الغابة؟ قالت له في المدينة حاكم ظالم، يعني هي فضلت أن تسكن الغابة اللي بيها وحوش على أنه تسكن في المدينة إذا بها حاكم ظالم. فقال لتلامذته اكتبوا، مجاورة الوحوش خير من مجاورة حاكم ظالم. بمعنى أنه المرأة العجوز اختارت أن تعيش في هذه الغابة، وثلاثة من أولادها راحوا، لكنه فضلت على أن لا تسكن في منطقة أو مدينة يحكمها حاكم ظالم. ما يجري الآن في العراق هو ظلم بكل المقاييس. راح نشوف أول فيديو ويانا، وراح تعرفون مستوى الظلم اللي واقع على الشباب العراقي، فلنتابع. إخوان،
أول شيء أخي نقل هاي الصورة ووصيهم إحنا مو هجرة منظمة تمام؟ إحنا ناس إجتنا عرفنا إنه هذا المي اللي طو أخي هذا المي أخي بس خليني أجاوب عن أسئلته الله يخليكم أخي بالبداية السلام عليكم إحنا مو هجرة منظمة تمام؟ إحنا ناس عندنا كل إحنا إنترنت ببيوتنا وكل إحنا ما محتاجين بس الأمان سمعنا إنه أكو مشكلة العالم كله يدري بها أكو مشكلة بين بيلاروسيا وبين ليتوانيا والطريق انفتح اجينا حجزنا تذكره هاي اجاوبك يا اخي تذكره السياحه اجينا من بيلاروسيا هنا بدون مهرب واحنا مو سلاح منظم تمام احنا ناس اجينا طالبين الامان بلدنا الغداء نتغدى يعيش 20 نفر من هاي 30 يوم فلوس الغداء مالتنا تمام احنا ما محتاجين فلوس وما محتاجين كل شيء زياد شد علم شنو هدفكم للوصول الى اوروبا اوكي هدفنا الامان نريد شنو السالفه هدفنا يا حبيبي هدفنا احنا قلت لك ما اريد كل شيء أنا إحنا عندنا فلوس وخير أريد نعيش بأمان حالنا حال البشر الأمان اللي ما لقينا ببلادنا بسبب ميليشيات وهاي الميليشيات جاية عانى من عندها جميع أطياف الشعب العراقي اللي يعيش بالجنوب والوسط والشمال والمناطق الغربية مثلها اللي دمرت سوريا واليمن ولبنان دمرت العراق هاي الميليشيات الإيرانية يا حبيبي اسمع وبالأول وبالأخير إحنا مو هجرة منظمة ناس جانا طالبين الأمان من تشوفونا نخرب ببلدكم وطالبين فلوس وطالبين نشتغل بدالكم إحنا هناك ذاك الوقت هجرة منظمة يعني إذن الهرب من وراء الميليشيات مثل ما يحكون بالعامية ويانا أول اتصال محمود من الموصل أخ محمود السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف يا مرحبا أهلا وسهلا تفضل أخ محمود أخ محمود ليش الشباب العراقي مجبر وليس باختياره أن يغادر العراق ويذهب إلى دول المهجر شنو السبب في ذلك من وجهة نظرك طبعا الجوع والحر والميليشيات نعم والحكومة القاسية سواها مجاز المصطبة نعم سوا وقاحة سبيكار مجزرة سوا وجالة مجزرة سوا بركوك مجزرة سوا الموصل مجزرة وقالوا سويا بحر هذا المفروض نزل على هذا الأرض هذا الشباب النايمة هذا تطلع من سجون ما حد يظل وأنا تهيالي ما ظل ما عندي مصرف إني وديني يبيعون البشر بيع يعني لو عندك لو عندك مصرف تهاجر أبو أخ محمود نعم هاجر نعم هاجر بس ودي كسر وظهري ما عندنا ماني بخمس سنين نعم هاجر هاجر ما هاجر ودي ما عندنا ماني بخمس سنين وين محمود ايش قد عمرك الله يبارك بعمرك ايش قد عمرك حضرتك 59 يعني 59 وعندك امل لو عندك فلوس تطلع تهاجر حتى لو عمرك 59 سنه نعم هاجر من الظلم شفناه والخوف وولدنا راح وتعبنا عليهم وانا ليه زال اركض اليوم جبت لي حكي ما اشتغلت ب 1000 ونص لما عن شارع واحد وعمري 62 سنه مالي 59 الله يعطيك الصحه والعافيه نعم وتعال شوف زي ما شايف قاعد على قاعد برا وطفل معايا ولدي اخذوهم سنين ما عنده لهم وانا لهم خمس سنين هذا مو دواعي حتى يبيعونهم بيع نعم هاي السجن هذا مو سجن هذا ظلم نعم هذا ظلم والناس شنو هنا يدوروا انتخابات بالموصل هذا من ينتخبهم؟ اشتروا المال هذا باعوا حجول امهاتهم قاعد يشترون صوت 200 و 300 ومعروفين في الانتخاب دمروا العراق ذولا قاعد يقتلون به وغضبوا من المليارات من الدنانير أنا أشكرك أخ محمود أخ محمود أنا أشكرك من الموصل ويانا عبد الرزاق من محافظة بابل أخ عبد الرزاق أهلا وسهلا بك تفضل السلام عليكم شكرا. عليكم السلام أغاتي يا مرحبا تفضل أبوي سادي بالنسبة للأمور جاءت ذات سوء يوم بعد يوم نعم وظواهر الأمور صراحة تنذر بشر مستطير نعم يعني هذه الأمور كلها من خلال عمل الحكومة المربك طيب صراحة لأنه وضع الحكومة هسه احنا نشوفها جاي يعني تريد تسوي مؤتمر ينعقد ببغداد والمؤتمر يخالف الواقع اللي احنا جاي نعيشه نعم
يعني احنا نكيف يعني والله نكيف يعني دولتنا تكون لها سياده ورياده ولها تعيد يعني مجد العراق. نعم. لكنه مخالف للعقل. شوف الوضع الداخلي احنا يعني داخل العراق هو احنا جاي نعيش في فوضى. انت عالج الوضع مالتك الداخلي وخلص الشعب من الميليشيات والفصائل واثبت جدارتك بالداخل، ليش الساعة نقول لك عقد مؤتمر. لكنه احنا جاي نعيش الفوضى والميليشيات تسرح وتمرح، ويعني لا 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 احد يعني يقدر يحد من 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 قدرتها ويحد من نفوذها، وانت يعني تريد تسوي لي يعني مؤتمر احنا خوفنا على الضيوف، خوفنا بالفصائل تضربهم. نعم. تعال يعني انضاف لنا فد نوب عبء فوق الاعباء اللي احنا جاي نعيشها، والا يعني ما ممكن ما ممكن يعني احنا نبقى نعيش فوضى. فاذا ما يصير يعني للعمل على استقرار الامن بالداخل ما نقدر احنا العراق يعيد سيطرته ويعيد نفوذه ويعيد هيبته واسطه يعني حكومه تتحكم بها الميليشيات والفصائل وما عتها القرار. احنا جاي نشوف رئيس الوزراء ضعيف الاراده صراحه، ما يثبت على يعني ما يثبت على قرار. نعم. هل هذا يعني يخلق الزعزعه بداخل المواطن؟ يعني المواطن ما تصير عنده يعني ثقه بدولته لما يشوف رئيس الوزراء متذبذب وضعيف الاراده وقراره متشتت، فهذا يخلق يعني شو مثل ما تقول انعدام الثقه بين المواطن وبين الحكومه. فاحنا نتامل يعني من 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 الحكومه ان تعيد يعني نشاطها وتعيد الثقه ثقتها بالمواطن. يلا ذيك الساعه تقدر تعقد مؤتمرات وتقدر تعمل على الإرادة المواطن العراقي. وخير دليل هو هجرة العراقيين. العراقي ليش جاي هاجر يا أستاذ محمد؟ هاجر لأنه ماكو أمان ببلده. الأمان مفقود، وبالإضافة للوظائف ما موجودة. يعني الوظائف يعني محسوبة على الناس المحسوبين على السلطة الحاكمة وعلى الميليشيات والفصائل. صحيح. فلا من هو يعني يتخرج يلقى له وظيفة ويعيش باستقرار، ولا من هو يعني اللي يعبر عن رأيه. يعني يوم الدستور اللي هم وضعوه يعني احترام الرأي والرأي الآخر، لكنه بالحقيقة هذا الشيء ما موجود. فالعراق احنا شفنا ثوار تشرين مطلعة وطالبوا بحقوقهم وطالبوا بإلغاء الامتيازات للسلطات الحاكمة. شفنا يعني لو قتلوهم، لو ناس انهزمت أيضا يعني تهجرت بالفعل. هو هذا اللي جبر العراقيين استاذ محمد. بالضبط بالضبط. هو هذا اللي جبر العراقيين، وإلا العراق بلد غني بالله عليك. يعني مثل العراق البلد الغني المواطن مالته يهاجر؟ يعني أنا شو أقول على السنغال؟ شو أقول على الصومال؟ بالضبط. يعني اذا العراق بلد غني وابنائه يهاجرون، يعني هاي كارثه، هذه كارثه يعني والله العلي العظيم. يعني ايش ما تفسرها ايش ما تحللها. انا اشكرك يعني انا اشكرك عبد الرزاق من بابل، اشكرك ويانا ابو علي من ابو غريب. ابو علي السلام عليكم. ابو علي من ابو غريب، يمكن انقطع الاتصال ويا ابو علي من ابو غريب، ما اعرف. المهم طبعا مشاهدينا الكرام، العراقي تقريبا والدول النامية اللي دائما تكون هجرتها مو اختيارية، هجرتها تكون إجبارية. هناك بعض من يصف يعني الهجرة يقسمها إلى قسمين، قسمة هجرة اختيارية يريد يشوف رزقه يعني في بلد غير بلده. لكن في العراق والدول النامية، وبما احنا نتكلم عن العراق، فكل وأنا ألزم بذلك كل الهجرة اللي يصير على العراقيين هي هجرة إجبارية. ما حدث مثلا على سبيل المثال لرئيس بلدية كربلاء المهندس عبير الجنابي عبير الخفاجي، ويانا منو؟ أبو علي من أبو غريب. أبو علي السلام عليكم. وعليكم السلام. شونك أبو علي؟ شون صحتك؟ الله يخليك يطول عمرك ويحفظك. تفضل يا أبا. جانب أبو محمد. تفضل. والله يا عم الهجرة حتى تقول لنا من وراء هاي الميليشيات
من وراء البارحة هذا يعني مدير بلدية. نعم. يعني الحالة ما الحالة مستمرة. الحالة مستمرة بال بس حقها حق العالم من تروح للهجرة. احنا يمنا السعودية ويمنا الأردن ويمنا تركيا ويمنا الكويت ويمنا سوريا. نعم. ليش من هاي ليش دول يعني مثلا الدول الشريفة. نعم. يعني العدهم العدهم القادة الشريفيين يفتحون يفتحون المجال. أو السعودية لو الشريف كان فتح الحدود ويطلع على قولته. لا احنا احنا لا احنا احنا ما نريد يعني نتجاوز على اي جهة خاصة الدول يعني لان ما نعرف شنو ظروفهم ابو علي. لكن ابو علي انت انت اذا اذا سنحت لك الفرصة تريد تهاجر لو تبقى بالعراق؟ والله يا عم هاجر اذا عندي فلوس ومكنتي ياخذ عماتولي غواني اثنين بالطائفية واثنين بكارونة. لا حول الله. اي شريد افكروا وكل واحد عنده سبع جهاز ولد وبنات. لا حول الله يا رب. والله العظيم اتمنى اتمنى اذا اي واحد اذا اي واحد يسمعني من هالرؤساء وانتم قاعدين يمها انتم شيء انتم القناه الشريفه حرام علي نطلع. ما ابقى بهيك وهيك خوف لا لينا ليل ولا نهارنا نهار. أنا أشكرك أي. أبو علي من أبو غريب شكرا جزيلا لاتصالك. مثل ما ذكرت بأنه رئيس بلدية كربلاء عبير الخفاجي إجا على شارع بتجاوزات وراد يشيل هاي التجاوزات. أحد الباعة الجائلين طبعا شال المسدس وضرب وقتل في مكانه. على هذا الأساس الناس تريد تسافر تطلع لأنه أغلب الناس أو أغلب الشباب يدور الأمان. أكو مقطع فيديو راح نشوفه وبعدين نرجع نعلق عليه ونستقبل طبعا اتصالاتكم مستمرة حتى الناس اللي تخالفنا بالرأي وتقول مثلا أنا ما أريد أهاجر من العراق للأسباب التالية ممكن مناقشته في هذا الموضوع ويتصل بينا وأهلا وسهلا به. أيضا الرسائل ممكن أن ترسلونا الرسائل كما ستوضح الأرقام التليفونات اللي تعنى بالرسائل على أسفل الشاشة. راح نشوف هذا المقطع الفيديو وبعدين نرجع لكم إن شاء الله. عليكم. اولا احنا ما اجينا جوعانين من العراق. خلي نوضح هاي الفكره شباب برخصتكم. هاي الشباب كلها خلي اقول لك اياها كلها تشتغل. احنا ما اجينا جوعانين بس هاي الشباب شردت من الميليشيات من التفجير من العراق العشائري من الطلقات التاهه. شاب يريد يعيش بامان اجى هنا حتى يعيش ببلد امن ويستقر حتى يكون اسره حتى يكون مستقبله. يجي هنا يقابل المنظمات الانسانيه. إذا أنت تدعين بالإنسانية تعال شوف حال هاي الشباب. ولو أنتم دمرتونه برخصتك ولو أنتم دمرتونه الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان منظمة الأمم المتحدة أنتم السبب كل هذا اللي صار بينا. أنتم دمرتوا العراق. أنتم سكتوا عن 8000 شهيد بالعراق على مستوى 5 سنوات 8000 شهيد. وإضافة إلى هذا 2019 صارت مظاهرات بالعراق ما حد نظر للشهداء ما حد نظر للجرحى ما حد نظر للمختطفين ما حد انتبه لهم. سوينا لافتات يابا يا الأمم المتحدة يا الاتحاد الأوروبي ولكم تعالوا خلصونا. إذا المشاهدين الكرام مثل ما شاهدتوا طبعا هذه الصور تنقل حتى ما نهضم الحقوق عبر موقع مهاجر نيوز حتى ما نظلم حق هذا الموقع. ويانا أبو علي من واسط. أبو علي السلام عليكم. أبو علي أبو علي من محافظة واسط. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بأبو علي من واسط. طبعا مثل ما شفتوا بأنه الشباب العراقي يهرب من العراق وهروب هذا يسموه لأنه يريد يكون له أسرة جديدة مثل ما تفضل الشاب العراقي. ويانا أبو علي من واسط. أبو علي السلام عليكم. أبو علي أبو علي من محافظة واسط تسمعني أبو علي؟ على أي حال انقطع الاتصال. ويقول الشاب العراقي يقول أني هربت من العراق وذلك بسبب الميليشيات وبسبب الطلقات التائهة والنزاع العشائري. ذاك اليوم دا أشوف باليوتيوب شفت أكو فد مشكلة صايرة
يعني بين عشيرتين ما أتذكر منه والله بصراحة، شفت بأنه شيخ أحدى العشائر اللي متأذية طبعا يطلب فصل مليارين دينار، مليارين مو مليونين، مليارين دينار. فالناس مثلا حتى إذا هي تمشي بالشارع، وهذه اللي استفحلت في بغداد وفي بقية المحافظات، أنه رجل يمشي بسيارته بالشارع يشوف أكو ناس هي اللي تجي تدعم السيارة مالته على مود الفصل. مع الأسف يعني وصلنا لهالمستوى هذا. ويانا أبو علي من واسطة. أبو علي السلام عليكم. السلام عليكم سيد محمد. عليكم السلام ورحمة الله أغاتي. مساء الخير. يا مرحبا. جمهور أغاتي الله يخليك. تفضل أبو علي. الهجرة سيد محمد العراق هي قديمة مو جديدة. نعم. كانت في الستينات والسبعينات بسبب ظروف سياسية وأحزاب وتوحد الحزب الواحد في حكم العراق. نعم. والأحزاب ما كانت يعني تنطي ديمقراطية أو من حق لك التعامل. نعم. بعدين بالتسعينات صارت الهجرة اقتصادية. نعم. يعني صار الوضع الاقتصادي بالعراق يعني راتب الموظف هو عبارة عن دولار ونص أو دولارين. صحيح. يوصل إلى خمسة في أفضل الحالات. صحيح. وكانت الهجرة حقيقة يعني ما حد يلوم الناس من التهاجر. صحيح. لكن بعد 2003 صار الدخل العراقي للشخص شهريا $600. نعم. يعني بس مو الكل. مو الكل أبو علي. مو الكل. يعني مو الكل. عن كل طبعا. نعم. لأن أقول لك لأن العراق في بداية محمد يعني من 2000 وبداية من الاحتلال لحد 2005 الناس بدأت تعيش يعني وضع اقتصادي زين وكان موجودة، لكن بعدين من استلموا السلطة الأحزاب وتمكنوا هنا بدأ التغيير بالعراق. صارت الهجرة اقتصادية سياسية وهمنا أمنية صحيح. يعني السني والشيعي في المناطق تهجر، يعني أول مرة في العالم يمكن بالعالم 179 دولة يكون بيها مهاجرين من الداخل، يعني أهل البصرة يهاجرون للرمادي وأهل الرمادي يهاجرون للبصرة. هذه أول مرة تصير. صحيح. وأول مرة أسمع بوزارة هجرة ومهجرين، يعني ما كانت موجودة. صحيح. صحيح أبو علي، ما كانت موجودة الهجرة والمهجرين. بالضبط. نعم. وحتى بدول العالم ما موجودة وزارة هجرة ومهجرين شنو يعني. صحيح. يعني أكو عندك مهاجرين برا وفرهم الأمور وجيبهم. صحيح. الحكومة من وفرت أنت راح جبت العراقيين اللي ضحكوا عليهم المهربين والتجار بالبشر ودبوهم بيلاروسيا ما دوين بأوروبا وجبتهم وجيت. نعم. قعدت وياهم قلت ليش انتم هاجرتوا؟ شنو السبب؟ نصهم اصحاب شهادات. نعم. يعني صاحب الشهاده ليش يهاجر من بلده؟ صحيح. انت لا موفر له امن. زين اغلبيتهم الان من يعني الناشطين قاموا وين يهاجرون؟ قاموا يروحون لكردستان. يعني داخل البلد يهاجرون مجبور. شنو السبب؟ السبب ما قدرت تحميه. على شنو؟ على كلمة حق تقال لا أكثر ولا أقل. أنتم قناة الرافدة. نعم. ليش قاعدين برا؟ ليش ما تقعدون ببلدكم؟ والله يا أخي نتمنى أن يكون البث من داخل العراق. لكنهم هم ما يصرف لهم هذا الكلام اللي نتكلم الآن إحنا. لأن أنتم أصحاب كلمة حق. الله يسلمك. يعني حتى القناة أكو قناة إحدى القنوات قناة أمريكية. نعم. من قالت أكو فساد بالعتبات. وفساد بالوقف الشيعي اجوا حرقوا مكاتبهم وسدوها. صحيح. صح. زين قناة أخطأ بيها مهندس بمحرم. نعم. مثل أغاني شغالة. نعم. حرقوا القناة وقالوا لازم إذن على الكلمة هم يحاربون فوق هالوضع الاقتصادي، البطالة الموجودة المقنعة وبطالة بالعراق، الدكتور يتخرج ما يلقى وظيفة يتوظف، وإحنا عندنا نقص بالكوادر، وأني أشوف أني يعني نقل من ناس في المستشفى التركي اللي بالناصرية. نعم. أغلبية أو مستشفى الخاص أصلاً مستشفى خاص بالناصرية. نعم. أغلبية الكادر مع حب الوقتائي لهم أخواننا سوريين. نعم. ليش إحنا عايزين عراقيين ما يشتغلون؟ ما عندنا كادر طب عراقي. صحيح. شنو السبب؟ زين كذلك اللي عارضكم سياسياً يا أخي هو يقول يطلع بالتلفزيون يقول أنتم على خطأ، أنت ليش تكتله؟ صحيح. هو يعني واحد هو يعني. نعم. حتى الناس اللي تطلع تتكلم وحتى يعني أبسط مثال مثلا المتظاهرين طلعوا على مودك وعلى مودي وعلى مود الناس البقية. نعم. طيب أنت ليش هالشكل تعاملهم؟ يعني 1000 شهيد راحوا و30,000 جريح على أي أساس؟ يعني هو بالعكس هو دا يريد يأمن لك مستقبلك إلك وجهالك بالنسبة للسياسيين. أنا دا أحكي. نعم. لكن مع هذا طبعا جابوهم بالحديد والنار. أنا أشكرك أبو علي من واسط ويانا عطوان من بغداد. عطوان السلام عليكم. استاذ عليكم السلام. السلام ورحمه الله. شلونك استاذ؟ يا مرحبا. حي دعاتكم.
أنا دائما أنا صديق البرنامج مالكم. نتشرف. دائما أخابركم على الرعاية الاجتماعية. نعم. قبل شهر أسبوعين شهرين قلت لهم أريد أهاجر لإسرائيل، والله قال لي هم يهاجرون وأنت تبقى بالبلد مالتك. ليش؟ زين؟ ليش؟ أستاذ محمد قال لي هم يهاجرون ينهزمون من البلد وأنت تبقى ببلدك. قلت له لا، قلت له أنا أطلع أريد أهج من جهال، عندي عمري 60 سنة. إيه. وعندي عملية بطني. ليش تريد تطلع أخ عطوان؟ ليش تريد تطلع؟ نعم. ليش؟ شنو السبب؟ شنو الأسباب؟ والله أهج من هذا البلد مو زين، يعني مو زين، لا ماي لا كهرباء لا فلوس، والله دينار ما أملك بالعراق، والله الله شبر قاع ما عندي، والله العظيم مشتكى لله. ودائما اسمع جماعتك الله شاهد ومشتكى لله، يعني احنا أنا خدمت البلد يعني 10 سنوات ودينار واحد هسه من جيبي باقي جار ما عندي، يعني جريمة والله. أنا من زمان أناشد، أنا عندي جواز طلعي، بس أريد أهج لإسرائيل، أروح مو لغير دولة لإسرائيل. لا حول الله. زين هسه أنا بالسويد، العراقي يطو راتب بالسويد، زين أنا رعاية 100,000 70,000 ما ينطوني 70,000، ما يصير يا أستاذ محمد. إحنا وين عايشين بال 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 بالصحراء؟ وين هاي هسه دبي شو صارت؟ الطفل من يولد بدبي بالكويت بالخليج أول يوم يولد بيه إلى راتب اول يوم 18 سنه يصير يطوه اياه، يجمعون اياه ويطوه اياه. زين احنا نفط عندنا، زي بقى احمر عندنا، هاي المال كهرباء جاي يقولون مال الزيبق مالها. هي شلون تتولد الكهرباء من الزيبق؟ زيبق نص اصبع يصير كيلو، زيبق الاحمر اغلى من الذهب، بلاش كله يعني ذهب، قطعه من ذهب ابو، يعني انا كارثه عايشين هنا والله. أنا هناك أروح أحسن أشتغل كالناس بإسرائيل والفرعون. لا حول الله. أنا أشكرك والله أخ عطوان. أنا مقدر يعني أنت يعني تتكلم من يعني من وسط المعاناة، يعني حتى إذا تروح تشتغل هناك في دولة معادية طبعا للعرب والمسلمين، لكن يعني مثل ما يقول المثل بالعراق، جابرك على المر غير الأمر منا. ويانا ريا من أمريكا، شكرا أخ عطوان من بغداد. ويانا ريا من أمريكا، ريا السلام عليكم. السلام يا مرحبا وسهلا اختي الفاضله. والله اتمنيت اشارك وبس اوصل فكره، يعني الشباب العراقي شنو تتوقع انه اذا بقى راح يصير تغيير او بلد يتغير؟ نعم. الشباب العراقي ماكو شيء مضحى بيه بارواحهم، وبتشرين شوفوا للعالم هم شنو من غيره ومن شجاعه، وللاسف يعني اللي راحوا واللي استشهدوا. نعم. كلها يعني مع الاسف اقولها عبث بالبلاش. ايش قد صار لكم من هاجرتوا لامريكا اخت ريا؟ صار 7 سنوات. ليش طلعتوا من العراق؟ شنو السبب كان؟ والله انا كنت يعني المكان ابدا ما مناسبني. نعم. والعائله كلش دعمتني انه اهاجر، عائلتي كانت كلش متفهمه. نعم. والحمد لله والشكر نجحت بانه اطلع، لانه ماكو طموح وماكو اي طريقه انه واحد يرفع اسم بلده بيه. يعني احنا ما بعد طموحاتنا صارت مو بالمستوى، لانه هوايه من عمرنا راح بالانتظار، بس احسن من ما يروح كل العمر. كانت من ضمن الاسباب، كانت الاسباب امنيه مثلا؟ كانت اخت ريا والله كانت امنيه، بس انا قبل الامنيه انا كنت يعني عندي طموح انه لا اعرف انه اوضاع بلدنا، يعني اللي يقرا صراحه التاريخ لو العراق اصلا يحكي يقول هذا كل المريت به زلاطة. واحنا هاي القرن الميت سنة الأخيرة وين عشنا براحة؟ لو بس التاريخ واحد يقلبه كم سنة العراق عاش مرتاح؟ كل وين ما تجيني من التاريخ، كل مرحلة صعبة أو مرحلة حرجة، وين ما تقلبين التاريخ العراق يمر بمرحلة حرجة والعراق يمر بمرحلة صعبة. صحيح ما تفضلت به. الشباب العراقي هسه اللي دشوفيهم خاصة في على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا، شنو الرسالة باعتبارك أنت يعني حضرتي صار لك 7 سنوات مهاجرة إلى أمريكا، شنو الرسالة اللي توجهها إلهم؟ والله أنا ولو ما طلعت بهالطريقة يعني ما بصراحة ما تبهذلت. نعم. لكن أنا لو مكانهم عدت هاي الكلمة بالمرة اللي خابرت السابقة. نفس الشيء أسوي، لأنه بلدنا ما راح يتغير. لا مقتدى حيصير إنسان طبيعي ويتفهم ويشيل هاي الأعمام اللي شايلها على أساس يعني متدين وإنسان محترم، هاي دا يعرف قيمتها ويبين للعالم إنه هو صدق إنسان. خلي يشوفون مدينة الصدر، هم أهل مدينة الصدر
ثلاثة أرباع المهاجرين من مدينة الصدر. نعم. شو زي يسوون ذول أهل الأعمال والسلطة الدينية؟ شيش لعها بعد من العراق إيراني؟ شيش لعها من العراق؟ أهاجر وأخلص. وإن شاء الله يا رب كل واحد هسه على الحدود الله يفتحها بوجهه ويطلع ويرتاح. والصبر والسلوان للي باقين بالبلد. أنا أشكرك أخت ريا من أمريكا. بس قبل ما انتقل الى محمد من امريكا اكو رساله جتني تقول السلام عليكم، ارجو الرد من حضرتكم، تستقبلون اتصالات او لا؟ ممكن تردون عندي كلام فدوه. طبعا نستقبل اتصالات اخي الكريم اللي بعثت لنا الرساله، الارقام ستظهر اسفل الشاشه، ممكن الاتصال وتتكلم ويانا. ويانا محمد من امريكا. محمد من امريكا السلام عليكم. محمد عليكم السلام ورحمة الله. أهلا محمد، يا مرحبا، تفضل يا أبا. بدون ذكر احنا أنا قصة المهجرين هو مقتدى فوق من عالم. نعم. وأنا مغول. لا بدون تجاوز، احنا ننتقد اداء لا ننتقص. محمد احنا ننتقد اداء لا ننتقص من احد، ارجوك يعني بدون غلط. بالعمل هذا واقع حاله. نعم ما يخالف. واقع حاله بالعمل. ما يخالف. ما يخالف، احنا يعني ما نريد تجاوز. تفضل اتكلم، تفضل. لا هذا نعم. لو كنت يا اخوي الله يرحمه يعني هجر خطوني هم هجروني. الله بك يجول امريكا طلعت. انت شو كنت طلعت الامريكا محمد؟ من 2011. ليش طلعت؟ ليش؟ شنو السبب؟ الاسباب امنيه لو شنو؟ الظلم لا كلوني خطوني توفوني الله يرحمه. الله يرحمه. خطوني وهجروني من المنطقة. نعم. هذا كيف توفت والدي، توفت صلوا علينا رحمة والدي، هجرونا في حجة يعني انتقموا على انتقام. وبعدين طلعت يعني عندي طفل مريض. نعم. خالي ما عليك إلا بابا صلوا عليه. ابن مريض عندي ابن مريض على اسلاح مرام ستكوني حطوني في السلطة وعد أبواني بالحسينية من المعارضة. والناس يتنفى شارك ما عيد يتكون من المعارضة وهدفون ثلاث دفائر من جرائم الكبرى بقيادة هذا حج مؤيد المجرم. نعم. عارف. طلعت انت وعائلتك لو انت وحدك حضرتك محمد؟ محمد انت طلعت انت وعائلتك لو وحدك؟ عائلتي. انت وعائلتك حتى تأمن عليهم على عائلتك مو تمام؟ انا عائلتي انا عائلتي. ايه عمي طب وانا اللي ثلاث لحظ انا بمشي خادم خلوا في لعب بطنه جاي يخطفوها. نعم. وانا اللي ارضي يعني اخوات الاحجار على ايران كلها ولا اهل ايران عني هم كلهم قالوا احجار يحكمون العراق. انا اشكرك محمد من امريكا، شكرا جزيلا. ويانا رساله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه طيبه الى قناه الرافدين. ويانا اتصال مرتضى من بغداد. مرتضى اخ مرتضى السلام عليكم، تفضل اخي مرتضى. الو السلام عليكم. اهلا اخ مرتضى تفضل. الو تفضل وياك اسمعك تفضل. الو تسمعني مرتضى؟ تسمعني تفضل مرتضى. مرتضى اني وياك على الهواء. تفضل مرتضى تسمعني؟ الو تفضل مرتضى دا سمعك. يعني يمكن اكو مشكله في بغداد. صاحب الرساله يقول انا احد اللاجئين في اوروبا، كانت المعامله جدا جيده بالنسبه لي والاوروبيين افضل بكثير من الميليشيات التابعه الى ايران، احترامهم كانسان بمعنى الكلمه وقد قاموا به تقديري واعطائه الاقامه الدائمه والجواز الاوروبي، لذلك الذي خلقني الذي جعلني أخرج من بلدي هي الميليشيات، بهدفي الميليشيات والتهديدات الموجودة في العراق على كل المواطنين من الشمال إلى الجنوب، لذلك كلمة الحق لا يريدها الميليشيات، وأنا خريج معهد فنون جميلة قسم الرسم، لذلك الذي جعلني أخرج من بلدي هي التهديدات، ولقد حاول جميع المحاولات بأختي ما أدري بأختي طيب ولكن لم يستطيع، والحمد لله أنا بخير وصحة وعافية في أوروبا، مع تحياتي لكم أبو عبد الله. الأخ اللي بعث لنا مسج يقول دا أتصل عليكم، يعني الأرقام موجودة تقدر تتصل بينا إذا تحب أن تشارك بالبرنامج.
أكو فيديو ثالث طبعاً فيديو مؤلم جداً للعراقيين اللي طلعوا من بيلاروسيا ووصلوا إلى ليتوانيا، هم موجودين على الحدود الليتوانية ما خلوهم، والناس الموجودة هناك شباب العراق ويانا تليفون اتصال. أبو يوسف من تكريت، أبو يوسف تفضل. أبو يوسف، أبو يوسف، أبو يوسف تفضل. أبو يوسف، أبو يوسف تسمعني؟ ما أدري. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا أبو يوسف تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أبو يوسف تفضل. أبو يوسف، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أبو يوسف تفضل، دا سمعك. ألو، دا سمعك أبو يوسف. ما أدري، يمكن مشكلة أكون ما أعرف بالعراق مشكلة الاتصالات. على أي حال، أكو مثل ما ذكرت، أكو يعني فيديو كلش مزعج، يعني صراحة من شفته واحد يعني يصيب الألم. قنابل دخانية مسيلة للدموع يطلقون الشرطة الليتوانية على الموجودين بالمخيمات على الحدود الليتوانية. خلي نشاهد هذا المقطع الفيديو وبعدين نرجع لكم إن شاء الله. هي مكافحة الشغب الليتوانية، تدخل للخيام مع شباب تضربهم مسيل دموع. الفيديو بتاريخ اليوم 2021 شهر الثامن يوم 10 بالشهر. أغلب العالم هنا مختنقك. مكافحة الشغب والشرطة الليتوانية تدخل المخيمات مع الشباب، هاي العالم مختنقة هنا. أنا يعني مكافحة الشغب في بغداد وفي بقية المحافظات اللي جابها المتظاهرين، وأيضا مكافحة الشغب في ليتوانيا. على أي حال، ويانا أسامة من كركوك. أسامة السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك عيني؟ يا مرحبا، أهلا أسامة تفضل حبيبي. أول مرة أنا أشكركم على هذا البرنامج القيم والطيب، ونفس الوقت البرنامج المأسي، الوضع المزري والمؤسي للعراقيين. نعم. نعم الله عليك. بالنسبة حول هجرة العراقيين بلدهم والاتجاه إلى دول الغرب. نعم. تحديدا. نعم. يعني كل الناس يعرف بسبب ما أفعال الحكومة وميليشياتها. يعني الأقوامات، يعني اليوم أبسط شيء، أبسط شيء يعني مدير بلدية والدولة يقترب. نعم. بضبط الشارع. نعم. مدير بلدية وحماية والدوجيب ورحت عارفة كيف، فما بالك من الخايبة اللي بالشارع. نعم. يا أخي الناس ما تهاجر، أنا واحد من الناس، الله وكيلك والإسلام دينك، لو سناني الفرصة أبطع اليوم قبل باكر. ليه شنو السبب؟ شنو السبب اللي تخليك تهاجر تترك العراق؟ شنو السبب؟ أخي الكريم يخليني اللي هاجر المداهمات العشوائية. المخبر السري. الوشايات الكيدية. يعني أنت سمعان بكل دول العالم مخبر سري واشي بيه واحد عنده على قبل الأجهزة الأمنية ويستغلونه ويقولون قال له قرار قاضي، ما قرار قاضي ولا هم يحزنون. نعم. خلوا الناس، خلوا العراقيين يطلعون ما يبقون. بس أقول لعنة الله على أمريكا اللي جابت إنها شكول الزهرة، لعنة الله على أمريكا وعلى أذنابها. يعني كانوا يتأثون من صدام حسين يقولوا احنا مظلومين، يصيروا زين انت الناس ترحم عليكم. يعني هسه وانا اشوف هذا المقطع هذا المؤلم، هاي الشباب اللي مثل والله شيء، والله شباب مثل الورد، والله شباب مثل الورد، يعني مع الاسف حرامات والله. اي والله، يعني والله. كل تكسب الشباب، الشباب هي محرك البلدان. يعني واحنا شبابنا قاعد تمشي من الضيم، لا فرصة عمل، لا ضمان، لا معيشة مليحة، تنطي فلوس تعين الجيش والشرطة وما حد ينتبه، ما خلوا اي شغلة الميليشيات والجيش والشرطة، يعني الناس تطلوش ما راح يعني. يعني شنو الشغل بالعراق يا أخي؟ يعني لو كان العراق والله عجينا الناس تطلقت عزوه. لا والله يا أخي العراق ما ينعاب، بس شو تسوي؟ والله مجبورين، يعني شو تسوي العالم؟ يا أخي رحمة الوالديك أنا اتفاق، خلى الناس ما يخاف الناس بزعب 18 سنة الشغل غير الضيم والظلايم والحرمان والقهر. بس قلوا لي، يعني قل لي شيء زيادة بالعراق، بس قل لي الشيء اللي مفرح بالعراق. تفجيرات، تهجير، سرقات، اغتيالات، وخل واحد يطلع يقول، يعني خل واحد يطلع من المستفادين من الحكومة يقول لا احنا مو
أنا أشكرك أبو أسامة من كركوك ويانا أبو يوسف من تكريت. أبو يوسف السلام عليكم. تفضل أبو يوسف أسمعك أسمعك بس نصي التلفزيون الله خلي الله يخليك. أبو يوسف من تكريت ويانا أبو أحمد من صلاح الدين. أبو أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أبو أحمد يا مرحبا. تفضل أغاتي. والله أنا ما أعيد هذا التهديد ما أعيده. ها؟ لم نعيد هذا التهديد ما أعيده. ماذا أسمع والله زين ما تريد شنو؟ قال مال التهديد الناس هاجرت مثلا تروح الغرب وربما ليش شنو السبب ليش ما تريد تروح؟ هم لازم هم يروحون هم يهاجرون مو احنا نهاجر. اي مو هم كانوا هم بغير دوله وجوي وعلى اساس دا يسوون العراق ايه. مثل ما يعني اكثرهم المشكله وين ابو احمد؟ المشكله بانه اكثرهم اغلبهم عاش في دول اوروبا وشاف النظام الاوروبي وقسم من عندهم كان في امريكا واكثرهم هم يحملون الجنسيتين. من جوي شو ما خلوا العراق مثل لندن او مثل ستوكهولم او مثل امستردام في هولندا يعني لي يعني شنو هم متقصدين يؤذون الشعب العراقي ابو احمد؟ هم من كانوا قبل اخدعوا الشعب العراقي يعني قبل يقول نسوي هيك ايه نسوي العراق جنه وماكو يعني بعد خلاص ماكو هاي قالوا بال 2013 طلع حسين الشهرستاني ايه. حسين الشهرستاني طلع بال 2012 قال 2013 حنصدر الكهرباء لان يعني عندنا حيصير فايض بالكهرباء. شو لا صار عندنا فائض ولا هذا. طيب وهسه قبل شويه قبل ما ادخل البرنامج يعني الاحصائيات تحكي تقول نسبه الفقر في العراق 31% يعني ثلث الشعب العراقي تحت خط الفقر فقير. وعندنا حسب المعطيات يعني حسب التقارير تقول أكثر من 40% عندنا بطالة. يعني كل 100 شخص يشتغلون أكو 40 واحد قاعد بالبيت. طيب وين الوعود مالتهم؟ تفضل أبو أحمد. والله ما فيها وعود ولا ما بيها أي مجال. أنا أقول يعني خلي هدون السجناء يعني مو ظلم. عندك سجين أبو أحمد؟ عندك سجين؟ ايه عندي سجين والله مو بس سجين 3 مليار 4. لا حول الله والله. راحوا يعني بدون يعني كل ما مسوين صارهم قبل يعني اكو بيهم مره صار 20 سنة يعني من جو هم لحد الان مسجونين؟ اي والله من جوهم لحد الان ما نعرف عنهم اي شيء. طيب هسه انت لو توفرت لك الفرصة تهاجر لو انت تبقى وهم يهاجرون مثل ما تفضلت في بداية كلامك؟ لا والله انا احنا نبغى هم يهاجرون يطلعون من شتاء بعد ما سبعوا. لا حول الله. انا اشكرك ابو احمد من محافظة صلاح الدين شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 يعني من مجلس الحكم لحد الان لانه اول انتخابات صارت مثل ما تعرفون في 15/10/2005 حتى هذه اللحظة يعني حتى مصطفى الكاظمي اللي اجى ووعد العراقيين بأنه سيقضي على الميليشيات. طبعا أكو فد عبارة أنا يعني حتى يعني أكرهها بالتعامل يعني واحد يقول لك ميليشيات وقحة. هي ميليشيات يعني شنو وقحة؟ ليش أكو ميليشيات بريئة مثلا أو يقول لك ميليشيات منفلتة؟ هي ميليشيات لازم تكون منفلتة. فما يعني هذا التوصيف هو غير دقيق طبعا غير صحيح. على أي حال الحكومات الجت على العراق بعد 2003 ما لزمت أو مثلا فؤاد حسين اللي هو هسه وزير خارجية ما لزمت مثلا الناس اللي مهاجرة واجتمعت بيهم وقالت شنو سبب الهجرة مالتكم خاصة. ويانا اتصال منه حسين من السعودية. السعودية تفضل حسين من السعودية. عليكم السلام. تفضل أخ حسين يا مرحبا. أخ محمد بالنسبة للعراق لن تكون له السلامة ولا يسلم إلا لن يتخلص من هذه الميليشيات الإيرانية. وكما هو الحال للبنان واليمن وسوريا. فالآن الشيطان الأكبر إذا كان الخميني يقول الشيطان الأكبر أمريكا هو الشيطان الأكبر هو الذي دمر سوريا ولبنان والعراق واليمن
والميليشيات اللي تبعوا على راسهم العامري والكاظمي ما يقدر يعمل شيء. اقول لك حسين الكاظمي اصلا هو مع العامري صنوان. حسين يعني اكو كلهم الميليشيات. نعم. هذه من اولهم ومقتدى هذا زعيم القبعات الزر هو الذي قتل الشباب في الساحه. وللاسف يقولوا ان الحسين عليه السلام يقولها هي اتى من الذله وهم اذلاء للاسف بعيدين عن الحسين كل البعد ويلبسون العمامه هذه وعمامتهم لا تسوى الشيء. انا اشكرك اخ حسين من السعوديه انا اشكرك شكرا جزيلا. لكن ويانا اخر اتصال ماهر من كركوك. ماهر السلام عليكم. ماهر ويانا من كركوك. ماهر يبدو أننا فقدنا الاتصال. وماهر من كركوك. مشاهدينا الكرام يعني حتى وزير الخارجية فؤاد حسين ما كلف نفسه وراح إلى الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا والتقى بدول الشباب الورود وقال لهم أنتوا شنو تجابركم أن تبقون هنا بالبرد. واحد من الفيديوهات لكن ما اتسع الوقت أن يعني نعرض لكم إياه يقول إحنا عايشين في هذا اللي نقلته موقع مهاجر نيوز نقله. يقول خلينا بسطبل سطبل الأحصنة يعني أكرمكم الله وأكرمهم طبعا. والعراقي ما يستاهل أن يعامل معاملة متدنية يعني مع الأسف جدا. ولكن نحن نتأمل يعني فرج الله قريب إن شاء الله ونخلص من هاي الزمر التعبانة وأن يكون العراق مستقبلا أفضل مما عاناه منذ 2003 ولحد الآن. أمنا بالله كبير جدا ما بيدنا غير بس نوصل صوتكم وإن شاء الله نكون يعني نكون قد وفقنا في نقل معاناتكم كمهاجرين مغتربين إلى دول أوروبا خاصة الناس اللي موجودة الآن واللي تعاني من الجوع وتعاني من قلة الراحة على الحدود البيلاروسية الليتوانية. مشاهدينا الكرام أشكر اتصالاتكم أشكر الناس اللي تابعتني مشاهدينا ونلتقيكم إن شاء الله دائما على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.